من موسكو ينضم إلينا الكاتب الصحفي السيد أندري أنتيكوف. سيد أندري، أهلا وسهلا بك معنا. يعني التصريحات التي خرجت في ختام قمة الناتو، رفض العودة إلى الوضع الطبيعي مع روسيا ما دامت تنتهك القانون الدولي، بل أنه رأى أن العلاقات مع روسيا هي تمر بأسوأ مرحلة منذ الحرب الباردة. هل تتوقع روسيا تصعيدا من دول الناتو؟ نحن نشاهد هذا التصعيد حقيقة. لا ننسى بأن في قبل شهرين أو 13 أشهر كان هناك تصعيد كبير في أوكرانيا مثلا، فهذا التصعيد من ورائه كانت الولايات المتحدة الأمريكية. فمن المحتمل أننا نشاهد التوترات الإضافية في ملفات الحيوية بالنسبة لروسيا وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، من بينها مثلا سوريا. وقد شاهدنا مزيد من العقوبات الأمريكية فرضت على روسيا وغيرها من الخطوات. فلذلك نحن نشاهد هذا التصعيد مستمر، هذه الحرب الباردة مستمرة، وخاصة من نتائج قمة الناتو واضح تماما أن أمريكا مقلقة أو قلق للغاية من تقارب الروسي الصيني. فلذلك الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن توحد صفوفها مع حلفائها في الناتو، وهناك محاولات لإعادة العلاقات بناء وجيد في ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وإلى ما هنالك. إذن أمريكا تشعر بالقلق ولها تخوفات من هذا التقارب الروسي والصيني، فلذلك أمريكا تبذل جهود معينة لمواجهة هذا التقارب. طيب سيد أنتيكوف، بالنسبة لروسيا، إدارة بايدن طبعا هي أكثر التصاقا بأهداف الناتو عن سلفه ترامب، هو أيضا معبر عنه بايدن بكلمة مقدس عندما كان يتحدث عن مادة في ميثاق الناتو، دفاع الدول عن أعضائها. هل يدفع ذلك برأيك العلاقات مع أمريكا إلى مأزق أو إلى طريق ربما أكثر صعوبة؟ نحن موجودين في هذا المأزق. هناك عدة، لا ننسى بأن حتى السفير الروسي غائب في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ليس موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، والسفير الأمريكي ليس موجود في موسكو. فلذلك علاقات سيئة جدا، وهناك مأزق الحقيقي في أكثرية الملفات. نعم، توصلنا إلى الاتفاقية أو إلى تفاهمات حول تمديد اتفاقية ستار 3، ولكن ليس أكثر. يعني طبعا ستكون هناك القمة بين بوتين وبايدن بعد كم أيام، ولكن هناك احتمالات ضعيفة جدا أن الرئيسان ستتوصلان إلى تفاهمات حول الملفات الحيوية. حتى بوتين يقول بأنه لا توجد له التوقعات خاصة من هذا اللقاء مع الرئيس الأمريكي. لذلك أنا أعتقد، وكما ذكرت في السابق، نحن مستمرون في هذه الحرب الباردة بين الدولتين.